صراحة يعني. سوبر كورة. تقارير صحفية بتقول إن بلاتيني مستعد لإقالة مدربه قبل مواجهة الأهلي. هم عندهم مدرب اسمه ليزوي سويسي، ده كان مدرب مساعد للمدير الفني السابق للفريق، والنتائج مش جيدة بالنسبة لهم سواء محليا أو في خلال بطولة دوري أبطال أفريقيا. لكن أنا أعتقد الفترة قليلة جدا، هم هيوصلوا الفجر تمام، فجر بكرة يعني، وهيستعدوا لمباراة الأهلي يوم السبت. ما أعتقدش إن هيتم تغيير المدير الفني دلوقتي حتى لو هو مؤقت يعني. هم ممكن يكونوا بيدوروا على مدير فني جديد علشان يتم الإعلان عنه بعد مباراة الأهلي، هنشوف. عامة المهم بالنسبة لنا للأهلي يكون موفق في هذه